رائع جدا. طيب، في إطار تصدير المشاكل لقطر، يعني 8 منتخبات أوروبية، الصحافة العالمية تتحدث عن أن كباتن الفرق في هذه المنتخبات سيرتدون شعارات تحت شعار حب واحد أو ون لف، في إطار محاربة ما يسمونه هم بالتمييز ضد المثليين أو الشواذ، وضد أيضا العمال، في إطار ما تحدثوا عنه بوجود كثير من الوفيات بين العمال العاملين في الإنشاءات داخل دولة قطر على حد قول الصحافة الأوروبية. بماذا تعلق على مثل هذه الحملات والدعوات؟ مع الأسف الحملة هذه لم تستمر، يعني لم تتوقف ولن تتوقف. ليش أنا قلت لك الآن بدأت تزيد هذه، خصوصا من الصحافة الأوروبية، خصوصا من بعض الدول، سواء كان بريطانيا، السويد، الدنمارك، وإعلانهم حقيقة يعني أنهم يرفعون شعار المثليين حقيقة شيء مقزز. يعني أنا ليتهم هم يعني طلبوا بأنهم، وطبعا الاتحاد الدولي يفترض أنه يمنع مثل ذلك، لأنه هو كان يمنع يعني إقحام السياسة بالمجال الرياضي، لكن الآن الاتحاد الدولي بغض النظر عن يعني عن هذه الفئة من البشر، مع الأسف إذا كان كابتن منتخب مثل الدنمارك أو السويد أو ألمانيا، فإنه هو يعني لا يتشرف إنه هو بطولة تقام في دولة عربية. فأيضا ألمانيا 2006 يعني ماذا فعلت ألمانيا لكي تستضيف كأس؟ لكن ما كنا نتحدث عن هذا الأمر، كنا نقول إنه يعني خلاص ما دام الاتحاد الدولي اختار ألمانيا فاختارها بعيدا عن قضية الرشاوي وما قدم فيها. الآن بدأت الملفات، يفترض حتى الاتحاد الدولي يفترض أن يكشفها. قضية العمال، يمكن أذكر إنه كان هناك ذكر مبلغ عدد حوالي 6500 عامل إن هما توفوا في المنشآت، هذا العدد غير صحيح. كل من يعني توفى خلال مشاركته في عملية البناء في الاستادات أو في البنية التحتية لكأس العالم يعني وصلوا تقريبا حسب آخر إحصاء للجنة الإرث والمشاريع ما يقارب من 1200، هما أيضا أسباب وفاتهم تقدم إلى دولهم. يعني